في الأول مستمرون في نقاش الجدوى من تحديد ساعات عمل المنشآت التجارية. قبل الخوض في التفاصيل نتابع بداية آراء التجار في مناطق مختلفة من المناطق التي أخذ رأيها في استطلاع الرأي. نتابع. أنا مع تحديد ساعات الدوام بالنسبة للمحلات التجارية بالنظر إلى عدة مصالح وطبيعة شغلهم. نحكي في محلات الخدماتية كألبسة، بتكلم عن إشي اللي بخص مجال تجارتي بأيد، بس في مرحلتين إنه في دوام لفترة الصيف أو فترة الشتاء. إشي أتوقع بنظري إنه للساعة 8 الوقت كافي لخدمة الزبون بالشتاء هذا. بالصيف لو امتد الوقت للساعة 10 ما في مشكلة. لا صراحة ما بأيد ولا 1%. يعني القرار أبدا مش صائب، ويعني رح يأثر على الاقتصاد بالبلد صراحة. يعني فوق ما هو إحنا بعد كورونا صراحة، يعني بالمرة المنشآت والمحلات بالمرة صارت الوضع أبدا مش تمام. فلا صراحة رح يزيد تدهور لتحت بزيادة. يعني مع قرار إغلاق المحلات في مواعيد محددة، مثلا في الصيف للساعة 10 وفي الشتاء مثلا للساعة 8 أو للساعة 9، طبعا هذا الإشي ممتاز عشان الزبون إنه يكون في وقت محدد يقدر يعني يأخذ حاجته من السوق، وما نضلنا للساعة 1 والساعة 12 عشان الزبون يجي يشتري من عندنا بالليل. وهذا الإشي بوفر أول إشي بالطاقة ومجهود الموظفين، وبرضه بيكون في تنظيم لكل إشي. أكيد إحنا مع تحديد ساعات العمل لأنها بتضبط القوة الشرائية في أوقات معينة. يعني بيلتزم الإنسان في وقت إنه من 9 صباحا مثلا للتاسع مساء، كثير مناسب للكل. بالنسبة إلي كتاجر، هاي أنا بالنسبة لي بعتبرها أمنية. ليه؟ لأنه عملية الفترة المفتوحة هاي عم تتعبنا بشكل رهيب. يعني عم ننتظر نحن من مطلعها لمغيبها على أساس يجي زبون مشان يشتري. ليش؟ لأنه مفتوحة عنده المدة فترة طويلة من الزمان، ومش فارقة معه إمتى ما بيجي. 11 بالليل أوكي بيجي، بفروض المحل يكون فاتح وكذا إلى آخره. فعلى هي العملية هاي بتقديري متعبة. أنا بقصد كمحلات نوفوتي. النظام الجديد لساعات العمل، تحديد ساعات العمل، وافضل انه يتقلص. يعني احنا لو نرجع للساعه لدوام ايام جائحه كورونا، كان دوام للساعه 6 7 تمام، كان هذيك الفتره كانت احسن فتره فيها مبيعات. يعني هسه انت لو تيجي تشوف انت الوضع حاليا، تمشي بالاسواق بالمساء بعد نيجي تحكي في الفتره حاليا بعد العشاء تلاقيها ركود كامل. القرار كويس ومناسب في اجواء الشتاء، لكن في اجواء الصيف بعتبره سيء. لانه اجواء الصيف الناس بتكون كثير بالليل، يعني خلينا نحكي فتره سهر، المحلات يفترض تكون فاتحه وانت بتكون مطالب انت تسكر بدري، فهذا يعتبر قرار سيء. طبعا انا مع هذا القرار. اول شيء يعني بالنسبه للموظف وللمواطن لصاحب المنشاه بوفر ساعات العمل، اضاءه لنفسه، يعني انه بنتبه لموضوع الشخصيه، بده يطلع بده يشوف اموره، فهي يعني شغله كثير كويسه. حديثي أكثر أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ سلطان علان، نقيب تجار الألبسة والأحذية. مساء الخير سيدي، أهلا بك. أرحب أيضا بدكتور تيسير يونس، ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها. أهلا بك سيدي. سينضم إلينا تباعا خمسة من نقباء القطاعات المختلفة عبر الهاتف لإيضاح وجهة نظرهم بهذا القرار. ويعني بدي أبدأ معك أستاذ سلطان وأسمع وجهة نظرك اليوم كقطاع ألبسة وأحذية. قديش نسبة القبول بداية القرار؟ وإحنا انتبهنا أن الدراسة التي استند عليها لاتخاذ القرار تحدثت عن قطاعات مختلفة، كان في قبول ورفض مختلف بين قطاع وقطاع، والأهم من ذلك أنه أيضا كانت في مناطق جغرافية تختلف الآراء من منطقة إلى أخرى. أسمع وجهة نظرك، تفضل. مساء الخير. طبعا أنا بدي أحكي أنه قطاع الألبسة والأحذية في الدراسة نفسها كان هو الثقل الأول، فكان 330 عينة اختيرت من قطاع الألبسة، فكان هو تقريبا رقم واحد بالنسبة للقطاعات. اليوم نحكي نسبة تصويت القطاع كانت 81% مع الإغلاق، ونسبة تقريبا ما يعادل 19% لم تحدد رأيها في جزء منها، وجزء يعني كان محايد وجزء كان ضد الإغلاق. لما استطلعنا احنا شو مشكله قطاعنا فعليا، فاحنا قطاعنا عنده تخوف، هو تقريبا اغلب القطاع مع الاغلاق، مع تحديد ساعه الاغلاق.
إلا أنه عنده تخوف من موضوع البسطات، أنه يكون في بديل للبسطات أو للطرود البريدية كبديل، يعني أنك أنت زي اللي بتعطي باور للظاهرتين هدول في ساعة. هم اليوم أصلاً بأخذوا حصة من السوق. إنه أنا بدي أسكر وقدامي بسطة، البسطة بدأت تكمل هذا التخوف الموجود حالياً. لذلك كان موقف نقابتنا أنه إحنا مع الإغلاق بشرط أن يتم علاج مشكلة البسطات كمؤثر مباشر في بعض المناطق، طبعاً البسطات منتشرة مش في كل المناطق، وأيضاً الحديث عن محددات وحل مشكلة أو معضلة الطرود البريدية. أنا اللي بدي أحكي يعني اليوم أنه إحنا لأول مرة بنشوف قرار يؤخذ للقطاع التجاري بدراسة مستفيضة بتغذية راجعة من التجار أنفسهم، ببنى القرار عم تبنيه مشكورة غرفة تجارة عمان بإطار علمي، راحت لمركز دراسات معتمد واشتغلت شغل علمي حتى أنه، وما اكتفت بذلك لا، تواصلت مع التجار حتى أنه تسمع رأي النقابات في البداية، وأيضا راح تروح باتجاه استفتاء إلكتروني يشمل جميع تجار عمان. كويس دكتور تيسير، أسمع وجهة نظرك قبل ما نستعرض جملة من الأرقام اللي بتحكي عن المناطق وعن القطاعات ومدى رفضها وقبولها لهذا القرار. تفضل. أول شيء سعد مساكم. أهلا وسهلا سيدي. للأمانة هذا القرار له أبعاد مختلفة. بداية كانت غرفة تجارة عمان مشكورة أنها سوت هذا الاستطلاع في مناطق جغرافية مختلفة وفي قطاعات مختلفة في نفس الوقت، في عينة كانت تقريبا حوالي تشمل 3000 تاجر، تقريبا استثني منهم حوالي 300 واحد. تبين في خلال الدراسة اللي صارت حوالي 1500 تاجر كانوا مع الإغلاق، وبحكي عنها بقطاعات مختلفة، تقريبا حوالي 800 واحد كانوا رافضين، 400 واحد كانوا رافضين للموضوع و800 واحد كانوا مش عارفين شو اللي بدهم إياه بالضبط. هلأ للأمانة قطاع الصحة والأدوية، القطاع اللي أنا بمثله في داخل الأردن، هو قطاع كثير كبير متشعب في حوالي 17 قطاع بندرج تحتيه، من ضمنها التجميل، المختبرات، المستلزمات الطبية، المستشفيات، الطب البيطري، الأغذية، الصيدليات. هاي القطاعات بشكل عام لها خصوصية. للأمانة كانت نقابتنا، نقابة صيادلة الأردن، من أول النقابات اللي التزمت بموضوع الدوام، وأيام الكورونا كان عندهم مقترح جميل جدا في موضوع الكورونا، إنه إحنا وجدنا في تنظيم الدوام وتخفيف ساعات الدوام إنه خف العبء علينا لوجستيا، خف علينا من ناحية موظفين، من ناحية طاقة، توفير طاقة إلى آخره. فكان عندهم مقترح انه اعاده تنظيم الدوام وتثبيت ساعات الدوام، واللي تفاجات فيه انه في استفتاء كان مني انا مباشره للقطاع تبعي بشكل عام، وجدت انه اكثر من 70% مؤيدين، من سواء اصحاب صيدليات او في قطاع التجميل او في التغذيه او في الطب البيطري او غيره، مؤيدين لموضوع بس الاكثر الإغلاق. الاكثر اسمح لي يعني احنا بنتابع مواعيد فتح الاغلاق وعندنا نقطة مهمة وهي القطاعات الأكثر تأييداً. نعم. لفكرة تحديد الصيدليات كانوا أقلهم. كان المفروشات والسجاد والديكور صحيح؟ نعم. أعدوني إذا بحكي غلط. نعم. رح نتابعها الآن زملاء الكرام. القطاعات الأكثر تأييداً. نعم. الحقيقة كان شبه إجماع مفروشات وسجاد ديكور. نعم. هذول نعم. كانوا. صح. تلاها مباشرة إجماع المكتبات والقطاسية، المكتبات والقطاسية صح. ثم إجماع الإلكترونيات والكهربائيات. نعم. ثم مواد البناء ثم البصريات. نعم. البصريات من ضمن قطاعي برضو كمان، جزء من قطاع. نعم. جزء من قطاعي هي والتجميل، يعني حتى كمان موجود عندك بالدراسة بالتجميل برضو كمان التجميل كان مؤيد. هم كان تخوفهم الأكبر من موضوع المولات إمتى إنها راح تسكر معانا أو مش معانا، بس في الدراسة المشتركة بيننا وبين أمانة عمان إنه كل هيته راح يكون تقريبا تسكيرته مع بعض، فما راح يأثر إشي على إشي. طيب خليني بس يعني عشان إحنا بنحكي عن القطاعات قطاعا قطاعا، وبدي أحكي في موضوع الأدوات المنزلية وهي من أكثر القطاعات التي أيدت الفكرة. ومعنا فراس حنبكة نقيب تجار الأدوات المنزلية. أستاذ فراس مساء الخير. نور يا حي الله. مساء الخير أستاذ محمد لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. أستاذ فراس، موقف تجار الأدوات المنزلية من موضوع تحديد ساعات العمل الذي تعكف عليه أمانة عمان وغرفة تجارة عمان؟ نعم أستاذ الكريم، والله احنا في نقابتنا عملنا أكثر من حوار واستبيان على يعني موقع الجروب النقابة، واجتمعنا أيضا في غرفة تجارة عمان أكثر من مرة. يعني صراحة في
أكثر من 65% مع تحديد ساعات الإغلاق وبدون تحديد ساعات فتح فقط مع الإغلاق. نعم. وطبعا في محايدين وفي كان ضد الإغلاق يعني مقابل 25%. يعني 75% كانوا إما محايدين أو مع الإغلاق صحيح؟ أو مع عفوا أو مع التحديد؟ 65% تقريبا مع الإغلاق، 25% تقريبا مع ضد الإغلاق وضد التحديد، و 15% تقريبا محايدين. برأيك اليوم أيهما الأفضل لقطاع الأدوات المنزلية؟ والله يعني مع التفاوت الكبير يعني في سوق الأدوات المنزلية ينشط يعني هو صراحة لحد الساعة 10 ليلا، فيعني ممكن إنه يكون إذا ساعات 9 مساء يعني حول ما صار في الدراسة ليس ساعات مبكرة كما اقترح بعض القطاعات إنه يكون الساعة 7 مثلا. نعم. يعني بالشتاء والصيف مختلف، فيعني في تجاوب كبير معهم بحيث إنه يعني في هناك توفير للكثير من الأعباء والمصاريف وزيادة نشاط التجار نفسهم والتفات إلى عائلاتهم وحياتهم الأخرى وموظفينهم، يعني في كان في هناك يعني ميزات من صراحة من الإغلاق وتحفظ من بعض الآخرين بسبب يعني إنه شو بده يصير في عدالة التوزيع مع باقي المولات مع باقي المحلات التموين اللي أصلاً بتبيع احيانا فيها يعني المولات التمويل الكبيره بتبيع ايضا قسم ادوات منزليه، ففي تخوف من الاخرين على هذا الامر، اذا كان في عداله فتقريبا النسبه راح تطلع اكثر بكثير من 65%. نعم. اشكرك استاذ فراس. استمع لي نقيب تجار الكهربائيات والالكترونيات رياض القيسي. استاذ رياض مساء الخير. هلا مساء الخير اخي محمد، كيفك؟ هلا اهلا بك يا سيدي. تحيه لك ولضيوفك الكرام والزملاء الكرام. اهلا بك استاذ رياض. استاذ رياض، شبه اجماع في قطاعكم على تحديد ساعات الدوام وتحديدا الإغلاق صحيح؟ صحيح. ما السبب؟ السبب لأنه بالنسبة لنا كإحنا كتجار أدوات كهربائية ولوازم وإلى آخره، لأنه ما في حياة اجتماعية أولا، اثنين توفير الطاقة أهم من الحياة الاجتماعية يمكن تكون في الأيام هاي مع الضنك اللي الناس عايشينه، ثلاثة اللهم صل على سيدنا محمد، ثلاث يعني أمور أخرى إحنا تحدثنا فيها كانت مشكورة غرفة تجارة عمان، قامت بدراسة وافية شافية للجميع وتحدث الزملاء بالاستديو عندك وأسهبوا في القصة عن غرفة تجارة عمان، فإحنا كشراكة مع غرفة تجارة عمان كنقابات ومظلتنا كتجار في غرفة تجارة عمان، وإن شاء الله في عنا استبيانات راح تظهر خلال العشر أيام القادمة، لأنه إحنا عنا أكثر من قطاع، قطاع الأجهزة وقطاع الإلكترونيات وقطاع الأدوات واللوازم والإنارة وقطاع الاتصالات كلها منطوي تحت بظل النقاب العام للتجارة الكهرباء والاتصالات، فإحنا إن شاء الله مع الإغلاق في موعد محدد. نعم. بس إحنا الرأي الأغلب أو السواد الأعظم من التجار بفضلوا ترك فتح صباحا حسب، في ناس بتفتح 7 في ناس بتفتح 8 في ناس بتفتح 10، فاحنا تركنا حرية الاختيار صباحا او فتح المحلات صباحا، اما الاغلاق كان رأي الاغلبية عندنا ورأي انا الشخصي على 8 مساء، لانه بعد 8 عندك استهلاك كهرباء، عندك موظفين اللي هو العماد الاول لاي شركة موظفينها، فإذا كان هذا الموظف مرتاح بنزل على شغله ثاني يوم مرتاح، أما إذا كان تعبان وبده يروح الساعة 10 أو 11 بالليل ومن ثم يباشر دوامه ثاني يوم الصبح، أعتقد أنه بيكون إرهاق على صاحب العمل وموظفينه. اثنين، عندنا مشكلة المولات. نعم. مشكلتنا المولات يعني أغلب المولات أو جميع المولات فيها أدوات ولوازم كهربائية وخاصة الأجهزة الكهربائية المنزلية، فاحنا كتجار نسكر الساعة 8 والمول يظل الساعة 10، هاي مشكلة بالنسبة لنا ومشكلة بالنسبة للتجار، كما فهمت أنا من عديد من التجار، كثير من التجار، إنه يا عمي احنا يعني في منطقة جغرافية معينة في مول 2 أو 3 واحنا متواجدين في المنطقة الجغرافية، إذا أنا بدي أسكر الساعة 8 والمول يظل 10 فأنا ما أعطيت مجال، لا طبعا الرزق كله على الله طبعا مش نعم ولا على الله،
بس انا اعطيت مجال للمواطن انه يذهب للمول، وبتعرف المول الايام هاي مش قصه شغل، قصه شمت هواء، انت عارف الناس وظروفها، فبيطلعوا شمت هواء على المول، اذا لقالوا شيء بيشتري، اذا قادر شيء يشتري. بس احنا لما نكون في توافق للجميع، يعني انا رايي الشخصي وراي زملائي في المجلس انه المول ليش ما يسكر مع الاجهزه ومع الادوات الكهربائيه. هلا المول فيه مواد غذائيه، مواد غذائيه يظل شغال كما كان في ايام كورونا وغير كورونا، عرفت علي كيف؟ واضح. فاحنا راينا يعني متوافق مع اغلب او جميع النقابات، وراي غرفه تجاره عمان، وعملت شيء يعني دراسه مستفيضه لهذا الكلام. نعم، استمع لراي الاستاذ يوسف ابو السيلات نقيب تجار العاب. استاذ يوسف مساء الخير. الله يمسيك بالخير استاذ محمد، انت وضيوفنا اعزائي. اهلا بك يا سيدي، وجهه نظرك بما سمعت وموقفكم في نقابه تجار العاب من هذا الموضوع. اخي الكريم، احنا بالنقابه بالمجلس الاداره وبالهيئه العامه اجرنا كثير من النقاشات بالموضوع. احنا تبين عنا كتجار العاب انه اكثر من 70% مع تحديد موعد الاغلاق وعدم تحديد موعد الفتح. نعم. وهي في اسباب معينه لهذا الكلام طبيعي. منها انه اول شيء نعيش الحياه الاجتماعيه للتجار، يعني صرت التاجر يضل الساعه 12 الساعه 1 محله فاتح، صار ما عنده حياه اجتماعيه لا مع ابنائه ولا مع اهله، صار في عنده تقصير. بالاضافه الى توفير قدر كبير من المصاريف مثل الاناره زي ما صار عندنا بالفتره اللي هي بعد حقبه كورونا، لما تحدد الدوام للساعه 7 صار في عنا توفير بفواتير الكهرباء على المحلات التجاريه بحدود 60%، لأن الصرف بيجي بالليل. نعم. في العمالة، هذا الكلام بيؤدي كله لتقليل الكلف التشغيلية للمحلات، وبالتالي المحلات يعني بتنزل الأسعار على المواطنين، ويكون في فائدة حتى للمواطن بالموضوع. كويس. بس هذا الكلام طبعا مشروط بأنه يكون الإغلاق، يجب أنه يكون المحلات الموجودة على الشارع زي ما هي بالمول، وعلاج زي ما تفضل أخونا أبو عبد الله أخ سلطان موضوع البسطات، البسطات والمولات بالنسبة للمحلات اللي على الشارع يعني هو موضوع مؤرق بصراحة. واضح، يعني تحتاج إلى جملة حلول تتزامن مع قرار الإغلاق. سأعود لكم ضيوف الكرام، وأكون أيضا مع الأستاذ ربحي علان من نقابة تجار الحلي والمجوهرات، وأيضا القرطاسية والأدوات المكتبية محمد الحجير، سيكون بعد فاصل قصير معنا الحديث حول هذا الموضوع. فاصل من ثم نواصل، ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام. أستاذ سلطان، بدي أرجع لك، وأنت يعني كنت في الفاصل بتحدث عن موضوع التنظيم، بتقول أن الأزمة في القطاعات المختلفة هي أزمة تنظيم. صحيح. شو القصد؟ يعني أنا بقول بجوز أكثر كلمة اليوم نفتقدها إحنا التنظيم، تنظيم تنظيم سواء في أوقات العمل، تنظيم في التنزيلات، تنظيم في البيع الإلكتروني، تنظيم في التراخيص العشوائية، التنظيم في ترخيص المحلات والمناطق، توزيع المناطق التجارية. إحنا عندنا خلل بمشكلة التنظيم. واليوم أنا برأيي أنه تقدم القطاع التجاري اليوم بصورة يعني مفاجئة، أنه صار هو عنده قناعة أنه لازم ينظم حاله، فالمبادرة إجت من غرفة تجارة عمان استنادا لآراء التجار، وبالتالي إحنا اليوم بنقول في حالة أنه ما في حدا ينظم القطاع التجاري، أقلها اسمحوا للقطاع التجاري أنه ينظم نفسه، حيطرح يعني متطلباته. سواء اليوم عم نلاقي غرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن عم بتروح باتجاه تنظيم البيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، الأصل أنه تكون للأسف يعني إحنا نحكي أنه إحنا كتير تأخرنا حكوميا أنه بالتشريعات وقوانين بهذا المسار. أيضا عندنا شو بإيدكم في هذا الموضوع؟ إحنا لما إحنا ما نكون ما نلاقي حدا عم بنظمنا، أقلها نقترح مقترحات، بنحاول أنه نأخذ الدراسات، نأخذ يعني عم نأخذ دور مفروض مش إحنا اللي نقوم فيه. ولكن اليوم في ظل تراجع الجهات المنظمة للقطاعات التجارية، برأيي أنه القطاع التجاري اليوم تقدم على نفسه وقدم الشيء اللي كان مفروض غيره يقدم له إياه، فأقلها اليوم نساعده أنه خليه ينظم حاله، هو عارف مصلحته وين بده يروح. فعشان هيك إحنا بداية كانت تلقينا معلومات في غرفة تجارة عمان،
تلقوا المعلومات مباشرة مع تجربة كورونا، يعني لولا تجربة كورونا لما راجت هذه الفكرة بصراحة، ولما انتشرت ووصلت لمعظم التجار وجربوها، هو جربها بجزء كان مجبر على أنه يمتثل لها، ولكن وجدها أنه فيها إيجابيات كثيرة. اليوم ما بنحكي أنه الكورونا هي راح تستمر معنا، لا هي انتهت، ولكن التجربة نفسها أصبحت فكرة، دروس مستفادة تقصد بالضبط. فهي الفكرة اليوم طرحت، اليوم أنا برأيي أنه نحن بحاجة إلى أنه الحكومة تتوائم معنا، أنه تحاول أنه تساعدنا أنه ننظم بقية الأمور. يعني أنا لما أحكي لك بدي أنظم البسطات، طب أنا بدي أنظم البسطات، البسطات اليوم تحتمل شيئين، إما مستفيد من البسطة تاجر أو مستفيد من البسطة إنسان بحاجة أنه يجد فرصة عمل وما لقيها غير في البسطة. بالتالي لازم نستوعب الجهة اللي بحاجة ونحاول نلاقي لها حل، وأيضا ما تكون على حساب التاجر. نعم دكتور تيسير، وأنا بحكي عن المناطق، وكان ملفت في النظر في هذه الدراسة المناطق اللي كانت أكثر تأييدا لفكرة الإغلاق بتوقيت محدد، كان شبه إجماع في مناطق عمان الشرقية، شارع إذاعة والتلفزيون، المقابلين، ماركة، هناك كان إجماع، سويلح، جبل الحسين، هذه كلها مناطق أجمعت على أن الإغلاق في توقيت محدد مفيد. وممكن هاي المناطق يعني مثلا شارع إذاعة والتلفزيون قد لا يكون يعني يشهد هذا أو يشهد ازدحاما حتى ساعات الليل المتأخر. إيش تفسيرك لمناطق الجغرافية؟ بصراحة الموضوع ببساطة أنه الأسواق بلشت تنتقل من مكان لآخر، من ناحية ثانية الازدحام المروري في فترات النهار، توفير الخدمات الموجودة للزبائن في فترة الاحتياج للزبون في داخل الأماكن اللي بيروح لعندها، أتوقع هاي كانت من الأسباب المهمة جدا. عدا عن أنه يعني في المناطق اللي حضرتك أشرت إلها زي جبل حسين، صوالح، ماركة، شارع الحرية، توجه الناس فيها فعليا للراحة ما بعد دوام طويل، لأنه دوامه ببلش صباحي كثير بكير. يعني لو تروح على الحسين الساعة 8 صباحا بتلاقي محلات كثير فاتحة، في شارع الحرية نفس الشيء، في صوالح نفس الشيء. فتوقع أنه هذا الحكي كان يساعد أنه هم كلهيتهم بيفكروا بعملية الإغلاق المبكر أو عملية تنظيم ساعات الإغلاق. عدا عن أنه برضو كمان لاحظوا فرق في أيام الكورونا، أتوقع وهذا كان احتمال في تفسيري لتجاوبهم، أنه أيام الكورونا كانت تفرق معاهم في الدخل، يأخذوا أعلى نسبة دخل موجودة في أقل ساعات دوام، فتوقع كان هذا السبب كمان رئيسي لأنهم يتجاوبوا معه. هلا حاليا جديد عندنا، بجوز حضرتك بتعرف أنه غرفة تجارة عمان الأسبوع المقبل إن شاء الله رب العالمين رح تطلق مبادرة أو استبيان تبعثوا لكل تجار المملكة، كل تجار عمان، بساعات الدوام المقترحة في الإغلاق. معظم التجار أجمعوا على الساعة 8 أو 9 أو 10، فهو لتحديد الساعة. وللأمانة عجبت الفكرة تبعتنا باقي الغرف التجارية في الأردن، ففي زملاء كثير إنه موجودين بالغرف التجارية حاليا بيستنوا نجاح التجربة تبعتنا. وحتى كمان إحنا يعني كتجربة مش كثير إنه بدنا نلزم فيها التجار، بقدر ما إننا نسويها تجربة نشوف مدى راحة التاجر، راحة المستفيد من هاي الخدمة، الموظف إذا في خلال 6 أشهر لسنة إذا لاقت رواج وتجاوب مع الجميع، أتوقع كل المملكة وكل المحافظات راح تتجاوب معها بشكل عالي جدا وتبلش بتطبيقها. طيب أسمع الأستاذ ربحي علان، نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحليب والمجوهرات. أستاذ ربحي مساء الخير. مساء النور سيدي. أستاذ ربحي، وجهة نظركم كأصحاب محلات تجارة وصياغة حليب ومجوهرات في القرار أو توجه أمانة عمان وغرفة تجارة عمان والأردن لتحديد ساعات الإغلاق على أقل تقدير للقطاعات المختلفة، تفضل. يعني إحنا كقطاع مجوهرات يمكن هذا مطلبنا، ويعني مطلب أمني، مطلب تنظيم مهنة، لأنه بتعرف أكل محمد صياغة الذهب إلى خصوصية معينة، يعني ساعات الفتح، حتى ساعات الفتح والإغلاق بتتعلق ب يعني مدى جدية هذا الالتزام. احنا بتتذكر انه احنا في عنا عرف انه كان يوم احد نسكر نصف النهار ويوم الجمعة كامل،
في بعض المناطق، وخليني أحكي لك بأمانة وبصراحة، يمكن موضوع المولات أثر تأثير سلبي، إنه هذا المول لا يخضع لا لعرف ولا لنظام. ففي بعض المناطق في المملكة آثرت إنها تفتح أيام الأحد وأيام الجمعة وحتى في الأعياد، وتفتح لساعات طويلة. فتنظيم المهنة والتنظيم هو مطلب بالنسبة لنقابة الذهب ولمنتسبيها. احنا تقريبا 1000 تاجر منتشرين في كل محافظات المملكة، هذا مطلبنا، وبالعكس احنا بنلح على هذا الطلب في انه يطبق. نعم، اشكرك كل الشكر استاذ ربحي علان، نقيب اصحاب محلات تجارة وصياغة تحرير المجوهرات. محمد الحجير، نقيب القرطاسية والادوات المكتبية. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور حبيبنا، حياك الله انت ضيوفك الكرام. استاذ محمد، مع ام ضد تحديد ساعات الاغلاق؟ وانتم شو بتفضلوا؟ انتم كان عندكم تحفظ على ساعات الصباح او تحديد الساعات صباحا، صحيح؟ صحيح، احنا مع، واعتقد يعني على استبياننا اللي عندك. نعم. يمكن احنا ثالث قطاع يعني بالتصويت. ثاني قطاع يا سيدي، او ثاني قطاع كمان. نعم. احنا مع التصويت سيدنا، ومع الاغلاق، فقط الاغلاق طبعا، لانه احنا فينا التحفظ بالنسبه لساعات الدوام. احنا قطاعنا يعني بنقسم اكثر من قطاع، في عندنا تجهيزات مكتبيه، وفي عندنا قرطاسيه مكاتب. فاغلب في مكاتب عندنا بتفتح مع دوام المدارس، يعني الساعه 6 في منهم بيفتح، الساعه 7 في منهم بيفتح، فصارت انت تلزم الكل بساعات معينه بالفتح. فاحنا كان توجهنا واقترحنا لغرفه شغل عمان على اساس يكون الموضوع اغلاق، الفتح يكون معمم يعني مش محسوب. نعم، يعني ان شاء الله انه تكون. انتوا اجماع مش هيك استاذ محمد؟ احنا اجماع، واحنا مع الاغلاق، بس اغلاق زي ما حكينا، ويعني هي 8 9 10 بصراحه بيكون متاخر، لانه اصلا حاليا بين 9 و10 بسكر المحلات. نعم، واضح جدا استاذ محمد الحجير. حبيبي احنا بس في شغله معينه. تفضل يا سيدي، تفضل ارجوك. حبيبي الله يرضى عليك. طلبنا احنا في ان حتى الوضع طبعا القرار استكمل ومشي، على اساس يكون في استثناءات معينه في المواسم المدرسيه. نعم، بتعرف احنا موسم مدرسي مش راح نكون يعني فتره اغلاق، يكون في عندنا مستثنى بالقرار هذا، على اساس انه طبعا هي مده نتفق عليها احنا بعدين، على اساس اسبوع 10 ايام في فتره مدارس ما بنقدر نسكر باغلاق، يكون عندنا دوام اطول، على اساس كمان نخدم الزباين كامله بشكل عام. اشكرك كل الشكر استاذ محمد على اضاحتك. عندك تعقيب؟ تفضل استاذ سلطان. يعني احنا موضوع الاستثناء اللي طرحه زميلي هو يعني حسب معلوماتي انه ستاخذ الدراسه او الدراسه النهائيه والمخرجات النهائيه ستاخذ كل قطاع شو عنده خصوصيه، يعني زي قطاع الالبسه عندنا شهر رمضان مستحيل انك انت تلتزم بساعات اغلاق مثلا قصيره، وبالتالي في كثير اليوم بتوجه، طبعا احنا قطاعنا يتبع معه مجموعه من القطاعات زي ادوات التجميل الى اخره، فقد يكون هناك خصوصيه ل مثلا مواسم مثلا زي رمضان، زي عيد الاضحى، زي الاعياد، اعياد الميلاد الى اخره، وايضا مواسم المدارس، لانه هذا ايضا له خصوصيه معينه. فعشان هيك بحكي انه لا، الدراسه يعني راح تاخذ مراحل استكمالها. وانا بقول انه احنا اليوم مجتمع التجار مجتمع منهك، انا لما نحكي عن مجتمع التجار عم بحكي عن حوالي تقريبا 52 الف تاجر في عمان فقط لوحده، عم بحكي عن قطاعي انا مثلا عندي 13800 تاجر يتبعهم 68 الف، هدول يتبعوا لقطاع التجار لانه موظفين عند التجار، فبالتالي هذا القطاع يعني كل قطاع سيعامل بخصوصيه في اوقات محدده وفقا ل وهذا القطاع المنهك التجاري المنهك المنهك اجتماعيا، انت لما تداوم اليوم للساعه واحدة الظهر وتطلع الصبح تلاقي انت تنام وابنك طالع على المدرسه مش شايف ابنك، هذا القطاع بحاجه الى انه يرتب نفسه. كويس، وان شاء الله انه تكون ذلك ممكن استاذ تيسير بعجاله، ارجوك. طب ممكن إيش ترى انه عاليه تنظيم الذات اليوم؟ نعم، ممكنه طبعا، كثير سهل وبسيط. الاستبيان سينجح، القار سينجح، العالمين يعني. حتى كمان في الاستبيان احنا كمان في شغله بضيف على راي زميلي بعجاله، ارجوك تسلم، انه طلبنا تحديد ايام العطل المناسبه للناس اكثر، طلبنا المواسم اللي بتوافي معهم حتى انه تزيد عدد ساعات الدوام. بالعكس هذا التنظيم الدوام اللي راح يكون في خلال الفتره القادمه اتوقع راح يكون باذن الله رب العالمين مريح لصاحب المنشاه او للموظف وبشكل عام للاقتصاد. اشكركم كل الشكر ضيوف الكرام.